ضيعة الأشجار المثمرة بإقليم إفران دخلت مرحلة الإزهار، مرحلة مهمة لإنجاح عملية الإنتاج سواء من حيث الجودة أو الكثافة، وتتطلب العديد من عمليات الصيانة والمعالجة. وتمتد الأشجار المثمرة بالإقليم على أزيد من 16500 هكتار بإنتاج سنوي يصل إلى 350,000 طن. أحمد العلوي وأحمد الفاضلي. كلما أزهرت الأشجار في هذه الفترة من السنة فذلك مؤشر على إنتاج جيد، ولإنجاح عملية الإنتاج هاته يباشر الفلاح عمليات الصيانة والمعالجة لمحاربة الطفيليات التي قد تؤثر على عملية الإزهار وكذا على مستوى الإنتاج. بالنسبة للعام الحمد لله طاحت الشتاء والثلج، وهذا الشيء اللي كيبغي الشجر. ودابا احنا حاليا في واحد القطعة ديال البرقوق في المنطقة ديال أزرو، فيها جوج لي مارك ديال البرقوق، فيها بلا كومبير وفورتين، وحنا كنديروا المجهود ديالنا باش نديروا شويه الدواء على حساب النوره باش ما تطيحناش النوره، ومن بعد كندخلوا في القطاع ديال الخوخ عاوتاني مع الشهديه. حنا كفلاحه ديال هادشي الاشجار المثمره كيخصنا نقبلوا هادشي ديال الاشجار مزيان من لاطاي من السقه ديالو من لونغري ديالو، وبالخصوص فهاد الوقيته ديال النواره كيخصك تقابل مزيان وتدخل بواحد الدواء اللي هو كيعاون النواره كيقويها على حساب الا كانت الشتاء ولا السمراء ولا الضبابه، باش كتكون النواره قويه، حيت الا ما كانتش النواره ما عندناش انتاج. عملية المعالجة هاته تقتضي اتخاذ احتياطات وتدابير هامة حفاظا على الأشجار وصيانة للمنتوج. بالنسبة لهذه الفترة ديال الإزهار قبل ما تستعمل شي مبيد ولا شي حاجة كيخصك دائما ترجع للمقاييس اللي هو مرخصة من طرف الوزارة. ثانيا غادي تاخذ الريكلاج ديال لاتوميزور ديالك، الآلة باش كترش، وحاول ما تعطيش لا كومبريسيون باش ما يمكنلكش طيرنا النوارة، هنا ولا طيرتي النوارة لا راه ما كاين والو. للإشارة فسلسلة الأشجار المثمرة بإقليم إفران تعد من أهم سلاسل الإنتاج الفلاحية برقم معاملات يتجاوز ملياري درهم.